مرحبا بكم في موعد استثنائي من بريف سبور. النادي الافريقي تعادل عشية اليوم امام يونغ افريكانز تنزاني في المقابلة اللي جمعت الفريقين على ارضية ملعب دار السلام الوطني في تنزانيا ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني مكرر من كأس الكاف. نتيجة تعتبر مقبولة لفريق بيب جديد اللي قدم مباراة طيبة اليوم ويكفيه الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة بعد أسبوع في تونس لضمان التأهل إلى دور المجموعات. أسدل الستار منذ قليل على الدفعة الأولى لمباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب ولي الأحوار بحمام سوسة. النجم الساحلي تعادل مع الملعب التونسي 2-2، هدفي فريق جوهرة الساحل كانوا بتوقيع كل من محمد الضاوي كريستو في دقيقة 2 وسام عبيد من مخالفة مباشرة في دقيقة 36، بينما سجل هدفي الملعب التونسي هيثم الجويني في دقيقة 30 ولامين نداو في دقيقة 62. في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت الترجي الرياضي فاز 1-0 على النادي البنزرتي، هدف المقابلة الوحيد سجله محمد امين بن حميدة في دقيقة 69. في ملعب الشابة هلال المكان انهزم الامل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة هدف نظيف سجله المهاجم النيجيري دافيد انكي في دقيقة 21. كان معكم حمزة بن خليفة في بريف سبور سبيسيال، اكثر تفاصيل تلقاهم على سيتنا tunisienumerique.com. نتقابلوا في مواعيد لاحقة. باي باي نسكول.